ولذلك الممالك الأردنية القديمة كانت تؤمن بتعدد الآلهة، ليس هذا فحسب، تؤمن بحرية العبادة وحرية اعتناق العقيدة. لأنه لما يجيهم هم عندهم تجار، يجوهم مثلا من جنوب أو من الشمال أو من الشرق أو من الغرب، يعبدوا أوثان مختلفة، فكان هنالك في كل مركز، في كل مركز تجاري استقبال كان هنالك معبد خاص في كل أصناف أو أصناء الأصنام للتجار هذولا، كل واحد يعبد الصنم الخاص به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور أحمد عيد العبادي مرة أخرى في برنامج الأردن تاريخ وحضارة. يعني نحن نتحدث عن علم، بمعنى آخر أنه كرسنا وقتنا في التأليف والبحث والترجمة والتأليف باللغتين العربية والإنجليزية، كوني أحمل الدكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانية منذ عام 1982. الآن في القرآن الكريم في آية تقول وتثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني اللي قطعوا الصخر سكنوا الصخر استخدموا الصخر، الصخر لم يكن أمامهم مشروعا مبهما ولا مشروعا مقفلا، بالعكس استخدموه لحاجاتهم، لجمع الماء، لحفر الآبار، لقطع الحجار للبيوت، البيوت، وهذا نجده في البتراء ونجده في مدائن صالح ونجده في مغائر شعيب، ونجده كل الحضارات الأردنية هي ثمودية. هاي النظرية اللي تقوم عليها هذا الكتاب، الكتاب هذا اسمه التاريخ السياسي للممالك الأردنية القديمة من 3000 قبل الميلاد ل 1360 ميلادي. هذا يقوم على أنه كل الحضارات الأردنية، باشان في الشمال، عمون في الوسط، بيريا في منطقة السلط، مؤاب الكرك وديبان، آدوم اللي هي بصيرة والحوريين قبلهم طبعا والأنباط، كلهم أرضنا صخرية جبلية، وهم بالتالي كلهم ثمود، والممالك الأخرى وسيدنا صالح والأنبياء كلياتهم، فهذول نزلوا في منطقة ثمود، ثمود اللي جاب صخر. هذا الكتاب حقيقة استغرقت جمع مادته هو والكتاب اللغة الإنجليزية اللي سيأتي بعد ذلك، استغرقت جمع مادته حوالي 15 سنة، وبعدين الله سبحانه وتعالى وفقنا إلى إظهارك كتاب ب 950 صفحة بالضبط، لا 925 صفحة يمكن أو 30 صفحة، والله ما بعرف، لا 925 أو 26 صفحة. هذا الكتاب يتحدث عن الممالك الأردنية القديمة. الممالك الأردنية القديمة أساسها عشائر، العشائر تطورت من عشيرة إلى مجموعة عشائر إلى قبيلة ثم إلى إمارة ثم إلى مملكة، فهي التطور الاجتماعي أدى إلى التطور في المفهوم السياسي. الكيان الاجتماعي للقبيلة تحول إلى كيان سياسي للقبيلة، وأصبح لها أرض معينة ومجال حيوي بمعنى آخر، مناطق لها، وأكثر، وكانت هذه الممالك كلها تشتغل بالتجارة، تجارة في تبادل التجارة، في تسويق المنتجات، في عبور القوافل من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب، الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، في تأجير الرواحل والبيع والشراء. ولذلك الممالك الأردنية القديمة كانت تؤمن بتعدد الآلهة، ليس هذا فحسب، تؤمن بحرية العبادة وحرية اعتناق العقيدة. لأنه لما يجيهم هم عندهم تجار، يجوهم مثلا من جنوب أو من الشمال أو من الشرق أو من الغرب، يعبدوا أوثان مختلفة، فكان هنالك في كل مركز، في كل مركز تجاري استقبال كان هنالك معبد خاص في كل أصناف أو أصناء الأصنام للتجار هذولا، كل واحد يعبد الصنم الخاص به ولا حد يعترض، وكان في هنالك كهنة في هذه المعابد يدلوا ويقوموا بما يترتب من كهنوت وطقوس إلى آخره لأسباب تجارية، يعني ولهم يعني كانوا ما يآمنوا، فأجت الأنبياء، أجى سيدنا صالح، أجى سيدنا شعيب، أجوا كلهم الأنبياء، لكن الأردنيين يعني للأسف الشديد يعني لم يؤمن إلا قليل من، وذلك ربنا سبحانه وتعالى أتاهم الرجفة والصيحة
ويوم الظلة وجعلها عاليها سافلة إلى آخره. من هذه الممالك التي قامت في الأردن كثير، يعني مثلا على سبيل المثال يعني أهم مالك قامت في الأردن اللي هي ممالك منطقة مدائن صالح، مدائن زي مملكة ددان، زي مملكة هلا بنجيلها لحيان، زي مملكة مدينة العلا، زي يعني ممالك كثيرة. وهنالك أيضا ممالك حكينا عنهم، آدوم ومؤاب ومديان اللي صار جزء من آدوم بعدين رد انفصلت، قصة طويلة سنأتي إليه إن شاء الله بتفاصيل في معرض هذا البرنامج الطويل الحلقات المتعددة. إمارة بلعام، البلعام اللي كانت مركزها بلعمة، وكان أميرها النبي بلعام اللي هو انسلخ عن آيات الله وذكر ربنا في القرآن الكريم على زمن ملك بولاق، لأنه هو كان وطنيته غلبت على عقيدته الدينية فترك دينه من أجل يدافع عن وطنه ضد بني إسرائيل عندما أرادوا عبور الأردن في منطقة مؤاب. في عندك يعني مملكة أدوماتو، ما حدا منتبه لها، مملكة أدوماتو اللي هي مملكة السبع التي فيها بلقيس كمان تحدثنا عنها، تحدثنا عن دومة الجندل، تحدثنا عن تل سيران العموني الموجود الآن في داخل الجامعة الأردنية، تحدثنا فيها عن الصراع العموني الإسرائيلي، تحدثنا عن مملكة باشان ومنها الملك عوج. عوج هذا من أعظم الملوك في تاريخ الأردن، وكان عملاق، وكان هو بقايا الرفائيين. الرفائيين هم يعني ثموديين بس قبل هذه الممالك كلها كانت رفائية رفائية. فكان هذا زمن سيدنا موسى أيضا، وكان حرب بينه وبين الإسرائيليين. وبعدين تحدثنا عن داود كيف انتزع التاج العموني، وتحدثنا في هذا الكتاب عن تطوير الخط العربي، حكينا قبل شوية عنه في حلقاته، وعلى الأبجدية النبطية وهيئة الكتابة النبطية والأبجدية العربية الشمالية وهيئة الكتابة العربية وشجرة اللغات السامية. وبعدين نبذة تاريخية عن مدائن صالح ومدينة العلا ومدينة مملكة ديدان ومملكة الحيان، ذكلهم ممالك أردنية، ذكلهم ممالك أردنية، لكن للأسف الشديد عندما نكتب التاريخ نعتبر منهم ليس بطمانة. يعني أنا بحكي عن الأردن الجغرافي ولا أتكلم عن الأردن السياسي، أنا ما لي علاقة بالأردن السياسي، لي علاقة بالأردن الجغرافي. وبعدين كمان الإحيان كان عندهم عملة في بعض الممالك استمرت 1000 و2000 سنة، الآدوميين استمروا 4000 سنة، المؤابيين استمروا 4000 سنة، أهل بيريا السلطية استمروا 10500 سنة. فيعني هاي الممالك حقيقة، وتحدثنا فيها عن يثرون اللي هو شعيب الحفيد الذي استقبل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وكان موجود في منطقة مدين اللي كانت تابعة للمملكة الآدومية اللي كان ملكها حشام، بعدين أخذ بعده الملك حدد اللي هو أعظم ملك في تاريخ الأردن. بعدين في المملكة الآمورية الحشبونية اللي هي كانت مركزها حسبان، وبعدين المملكة الصفاوية اللي هي الحرة، هذه كمان كانت من ثمود وكانت يعني من طي هي أصلا ثمودية من قوم صالح من قوم ثمود. وتحدثنا فيها عن الممالك والمدن الأردنية قاطبة اللي هي التاريخية طبعا. يعني هذا الكتاب تحدثنا فيه عن آلهة الأنباط ونمط النمارة، نص النمارة النبطي الثمودي اللي هو موجود في شمال الأردن في بادية الشمالية الحقيقة. وفي كثير وكيف اجت الاحتلالات المتتالية اللي هي الفرس ثم الروماء ثم اليونانيين ثم الرومان. وتحدثنا عن منطقة جبال الشراء، جبال الشراء في زمن الآدوميين كان عدد سكانها ينوف على 12 مليون نسمة، جبال الشراء لحالها. كانت المنطقة جنوب الحسا قسمين، قسم اسمه جبال اللي هي جبال الطفيلة اسمها جبال، وبعد جبال اللي هي من منطقة بصيرة وجنوب منطقة العلمة الآن تسمى العلمة ومنطقة ضانة يسموها إيش الشراء، وكلها على بعضها اسمها سعير.
ويعني هذا الكتاب نرجو أنه يكون فيه المادة الكاملة بالتفاصيل، وسنأتي إليه في حلقاتنا القادمة، لكن إحنا حبينا نعرف القارئ أنه نتحدث في موضوع علمي، ومن لا يقبل ذلك أيضا يقدم لنا علم، لأنه الاختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحديث بقيه.